في ليلة الزفاف تغيرت ملامح الزوج الهادئة إلى أخرى شيطانية تحمل في طياتها غضب بالغ، ولم تكن العروس تتوقع أن تتعرض لمثل هذا الموقف الصادم في ليلة العمر، حتى باغتها زوجها بفعل كارثي حدث على وقعه ما لا يحمد عقباه. فما القصة؟ لم يكن لدى الرجل السعودي الوقت في أن يذهب بنفسه إلى القاهرة حتى يرى عروسه المستقبلية، واكتفى بصورة فوتوغرافية أرسلتها له عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وما إن شاهدها حتى اشتعلت بداخله نار العشق، وظل يحسب الوقت المتبقي على وصولها إليه وإتمام الزواج. عاش الزوج السعودي لحظات ثقيلة أحر من الجمر في انتظار زوجته القادمة على متن طائرة مصرية قاصدة أحد المطارات السعودية، وما إن شاهد عروسه المستقبلية حتى حدثت المفاجأة، حيث كانت الزوجة شخصية أخرى تماماً عن تلك التي أرسلت صورتها، وهو ما تسبب في مفاجأة صادمة للزوج. وما إن تأكد الزوج السعودي من هوية الفتاة المصرية في المطار حتى تركها وحدها وبدأ يركض نحو الخارج حتى يتخلص من ذلك الكابوس الذي وضع نفسه بداخله، بعد أن شعر بأن الفتاة قبيحة للغاية ولم يطق النظر في وجهها، لكنها لم تتركه وركضت وراءه، علها تقنعه بأنها زوجته. نزل الحدث على الزوج السعودي كالصاعقة، فلماذا خدعته الفتاة المصرية وأرسلت صورة غير صورتها الحقيقية؟ وبمجرد تأكده منها تركها وهرب بحثاً عن مخلص من تلك العروس التي ظلت تلاحقه في ممرات المطار وكأنها لا تعرف السبب وراء هروبه منها بذلك الشكل. وما إن هرب منها ولم تستطع الإمساك به حتى بدأت العروس في الصراخ والانهيار وسط صالة الوصول بالمطار السعودي، وهو الأمر الذي دفع القادمين على نفس الرحلة مع العروس للتساؤل عن سبب الصراخ الكبير، لكنها لم تتوقف بعدما جلست على الأرض بانهيار وبدأت تلطم خديها بيأس وتصرخ بقهر. ومن وسط الركاب تقدم شاب مصري وبدأ يستفسر منها عن سبب الصراخ، فأجابته بأن زوجها السعودي لم يعجبه شكلها وكذلك جسدها، مؤكدا أنها خدعته وأرسلت صورة امرأة أخرى، وعلى الفور قرر الهروب منها وعدم اصطحابها معه، وهي لا تعرف كيف تتصرف وإلى أين تذهب. لم يترك الشاب المصري ابنة بلاده وحدها دون أن يساعدها، وقرر أن يمد لها يد العون حتى تخرج من كبوتها التي وضعت نفسها بها بعدما خدعت زوجها الذي لم يتقبل الأمر، وقرر تركها وحدها تواجه مصيرها المحتوم. فقرر الشاب المصري أن يحجز لها تذكرة للعودة إلى مصر، كما أعطاها مبلغ من المال حتى تستطيع العودة من مطار القاهرة إلى مقر سكنها. وفور عودتها إلى الأراضي المصرية رفعت الزوجة دعوى تطليق للضرر التي قبلتها المحكمة وقضت بتطليقها، ولم يتم الكشف عن هوية الزوج السعودي الذي تركها وحدها في المطار بعد أن خدعته. برأيكم من كان المخطئ الأكبر فيما حدث؟